حياتي عذاب حرمت الهنا 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 يا حبي يغام من عمري انا حياتي عذاب حرمت الهنا 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 من بعدك لمين 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 الزهر بينحني وبتشرق لمين 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 شمسك يا عصام بريدة هو يلي سمعنا يا حب اللي غاب. سلم تمك عصام. كان طلع بالك تغني حسيتك معه، ليه ما طلعت؟ لانه مش حاطين هون مونيتور نسمع. طيب انت عم تقول هيك ما بتسمع حالك، بس اذا طلعت على خشبه المسرح بتسمع خلص حالك. خلص مش ظابطه الليله، في مؤامره ضدي. طيب بالعكس احنا كلنا معك. لا لا. طيب من عائلتك، من عائلتك اللي بقيت خليك مرتاح. عندنا الثورة العربية. أحسن. من اللي عندك اللي بقيت أختك ليلى، أظن ليلى اللي بقيت بأستراليا. إيه بأستراليا. عم بتشوفها؟ كل قد إيه بتشوفه بعد تقريبا؟ كل ما رحت على أستراليا يعني يا هي بتجي لعندي على سيدني، أنا بروح لعندي على بيرث. يعني تقريبا كل قد إيه؟ سنة سنتين أقل؟ حسب. تفتحوا سكايب على؟ لا بس دائما بنحكي أنا وياها. ضلك على اتصال؟ دقت لي مرة قلت لي بدي أعمل عملية خيي. رحت لعندها؟ قالوا لي الحكمة إذا ما عملتها بدي يموت، وإن عملتها بدي يموت. أف. قلت لها بكرة أنا بدق لك. مرقت عمر الياس الراس. نعم، رجعيتها. إيه. ضويت لها شمعة وعاصفة وهوا وشتي. نعم. ضلت الشمعة مضوية شي ساعتين، أنا قاعد عم صلي لها. مؤمن دقت انت؟ دقت لها تاني يوم، قلت لها اعملي العملية، عملت العملية بارة طيبة. الحمد لله. زقفوا. يعني مؤمن انت، الإيمان مهم بحياتك. طبعا. تبعت مراحل. مؤمن بأي إنسان مثلا بقول يا رب. نعم. أو الله أكبر أو يا ما بعرف شو، بحب. يلي بيمجد الخالق يعني. بحب. مرقت بمراحل بحياتك، طلعت ونزلت. هي. يعني مراحل كنت فيها مهم كتير بحبوحة مرتاح، ومراحل كانت صعبة أوقات تكون يمكن عم بتنام ليرة ما معي هلا بالسيارة. والله العظيم شو الفرق بهالمرحلتين؟
شو كان يصير فيكم جوا؟ نومتي بالسيارة بدي بالشام. نعم. فجرتني. نمت على شي 18 يوم؟ 18 يوم اكل فستق مالح بس ما معي. ما معي مصاري. شو اللي وصلك لهون؟ الحرب هربت انا بس بلش طقطق بق بق بي بو هيك كنت صرت فوق تهرب. اوكي. ما شغلتي لا اسمع الا موسيقى. نعم. هربت وقلت نعم. انا وراي في كبير بيوت وراي كتار وعالم قاعد بيوت ما حدا عم يشتغل قلت انا بساعدهم وبساعد حالنا وبساعد الوطن. طلعت على الشام وانا بس انت بتقول انه ما في ألعن من الفقر الا الغنى، الغنى بمعنى الغناء ولا الغنى بمعنى البحبوحة؟ الغنى. الغنى يعني المصاري؟ ايه. كيف حتى المصاري ألعن من الفقر مع انه الفقر بيوجع؟ بتخسرك كثير المصاري. شو؟ اصدقاء؟ نعم. عشت هالتجربة؟ بتقعد فيكي تطيقي حدا وبصير تتكبري على الناس. ولا ما بتعود تعرف اذا عم يسحبوك لا معك مصاري؟ المال، ليك المال، المسيح قال لا تعبد ربين. صحيح. الرسول قال المال والبنون، لك كيف حط لهم اياها، المال والبنون هم زينة الحياة. خوفهم، في خوف كمان، يعني في قيمة نفس الشيء بس انتبه يعني. ما حدا الا ما خاف من المال. نعم. المال بخوف. بس انت طلعت كثير مصاري. يعني مثلا بس يكون معي 10,000 دولار انا بجيبتي 20 نايم الليل. اي وين بتروح فيهم؟ وقت بدي يكون معك مصاري. شو بدك فيه وين بروح فيهم؟ بدي اعرف وين معك. ما بقول المرأة وزيرة المال، وزيرة المالية. انت حشورة بدك تعرفي كل شيء. وزيرة المالية بدي اعرف. على كل حال فاتحة محل تحتك جارتك شوكولا تحت مني. ما فيك تخبي عليك مش تحت مني تحت بيتي. اسمع كل شيء انا. ملحم. لا عن جد انه اجمالا الواحد مش مرة بطلع على البيت الا بلاقيها مسكر، انا وقتي من هيك عم بتتحجج. اجمالا بقولوا الواحد بخبي قرشه الابيض ليومه الاسود، انت شكلك ما عملت هيك، يعني المصاري بالنسبة لإلك ممكن تبذرها. إذا إذا بدي أقول لك غير عتيبك الحلوين مثل جاكيت الجلد هي هدية هدية كلها هدية. هدية حقها 10,000 دولار. والله؟ بيعها. شباب هلا بس خلص حدا منكم بقيسها بياخذها مني كادو. بس عن جد. اجمالا بشو بتحب تصرف مصرياتك؟ في ناس بحبوا يسافروا. اذا بتشوفوني اخر الحل اخذ البطانيه قريبه ما عنديش غيرها. طيب خلينا نرجع على ابوك يمين يا صبيه. هالاغنيه اللي لحنتها وقتها لوليد توفيق كان وجهها خير عليك. خير وخلتني توقف على اجريك ماديا. طيب خبرنا كنت قاعد اول شيء وصلت على اوتيل اوريون بالاس يمكن اسمه اوريون بالاس كنا نطلع مع فيروز من زمان بيت الرحباني. نعم. وصلت وين الست؟ قلت لهم جاي ايام الحرب. نعم. كلنا تفتني يا اخ وين الست؟ قلت له يا اخي والله جاي يمكن شوي عاصع بياكل لبني على الطريق بشطوره. المهم قاعد انا بالصالون هيك وشوي بفوت وليد توفيق وشفيق المغربي الله يرحمه. وصل شفيق قال لي استاذ وليد توفيق قلت له انا اهلين انا مش سامع فيك انت. قال لي قلت له بغني قال ايه نجح ببرنامج الهوات. قلت له انا اهلين اهلين شو طلعت فيها شب حلو لانه الناس بدها هيك. صحيح. واحد منخور مثل الصقر مثل انا ليك منخوري. بسم الله عليك ما في عندي خشب بدق لك. هلا اذا حدا مثلا ما عرفنيش فنان فكرني رئيس فرع مخابرات. ما عرضوا عليك. قلت انا اجت والله جايبها رزقة معي 7 ليرات. Yeah.
امبارح انا والله سارح سارح معاك سارح امبارح انا والله سارح بالرقه بالرمش الجارح امبارح انا والله سارح وراك كان قلبي رايح ما تحن على قلبي شوي وراك كان قلبي رايح ما تحن على قلبي شوية 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 وجيلي يا صقية تميم شمعون هو يلي سمعنا أغنية أبوك مين يا صبية. شكراً تميم. شو الغنية يلي شو الغنية يلي هي بالنسبة لك بتمثل شخصية ملحم بركات أو بتوصفك؟ أي غنية بتحس أنه بتشبهك ممكن توصفك أو أنا في انتظارك مليت أنا الوالي أنا الوالي ما هيك؟ ما بتحس إنه هيدي